أما عن المؤلف فهو معروف عند الجميع ومعروف عند الخاص والعام، هو الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. ولد في بلاد نجد في العيينة من قرى اليمامة سنة 1115 للهجرة، وحفظ القرآن قبل أن يبلغ سن العاشرة، وكان من بيت علم، فأبوه هو القاضي في البلد، وجده سليمان بن علي هو مفتي نجد في وقته وعالمها النحرير، وأعمامه هم علماء البلاد. فنشأ في بيئة علمية ودرس على علماء بلده، على أبيه وعلى علماء بلده ما عندهم من العلوم، ثم إنه رحل في طلب العلم إلى الحجاز، حج ومر بالمدينة والتقى فيها بثلاثة علماء أخذ عنهم. الأول الشيخ عبد الله بن إبراهيم بن سيف المدني، أصله نجدي وأما منشأه فهو مدني، عبد الله بن إبراهيم بن سيف من أهالي المجمع، وابنه إبراهيم بن عبد الله بن سيف صاحب العبد الفائض شرح ألفية الفرائض، هذا إبراهيم بن عبد الله. والثالث الإمام المحدث محمد حياة السندي صاحب الحواشي على كتب الحديث في الصحيحين وغيرهما. فأخذ عن هؤلاء العلماء علم الفقه والفرائض، وأخذ عن هذا المحدث علم الحديث وأجازه في أمهات السنة. ثم إنه رحل إلى بلاد الأحساء وفيها العلماء من الحنابلة والشافعية والحنفية والمالكية، فأخذ عن علمائها كابن فيروز الحنبلي وابن عبد اللطيف الشافعي، أخذ عنهم وأجازوه في الفقه. ثم إنه رحل إلى العراق، رحل إلى العراق إلى البصرة، وكان فيها علماء حنابلة وغير حنابلة، فأخذ عنهم وتتلمذ عليهم، وحصل منهم على إجازات، وتيسر له من الكتب هناك الشيء الكثير، ونسخ بخطه منها الشيء الكثير، وكان له عناية تامة بكتب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، يقرأها ويختصر منها وينسخ ما حصل عليه منها، حتى إنه تحصل على علم غزير منها، خصوصا في علم التوحيد وعلم العقيدة والأصول وغير ذلك. فتبحر في العلم عن هؤلاء العلماء في نجد وفي المدينة وفي الأحساء وفي العراق. ثم إنه هم بالرحلة إلى الشام، لأن الشام موطن الحنابلة وفيها علماء كثيرون من أهل الحديث وغيرهم، ولكنه لم يتيسر له ذلك بسبب طول المسافة وقلة الزاد، وكاد أن يهلك في الطريق لولا أن الله قيض له إنسانا حمله وأرجعه إلى البصرة. فرجع ثم رجع إلى بلاد نجد، وكانت إذ ذاك بلاد نجد كغيرها فيها من الخرافات، فيها من البدع والمحدثات الشيء الكثير، وفيها من العوائد الجاهلية، وكانت متشتتة، كل قرية فيها أمير لا يخضع أمير هذه القرية لأمير القرية الأخرى، وبينهم نزاعات وحروب ومحن، حتى إن أهل البلد الواحد يتقاتلون فيما بينهم، وفي جانب البلد أمير وفي الجانب الثاني منه أمير،
ويتقاتلون بينهم، غارات وثارات وحروب وبدع ومحدثات. فلما رأى وضع الناس وقد من الله عليه بالعلم والبصيرة لم يرضى أن يسكت على هذا الواقع، بل قام بالدعوة إلى الله وإرشاد الخلق بالحكمة والموعظة الحسنة والاتصال بولاة الأمور ودعوتهم إلى الله حتى يسر الله له أنصارا وأعوانا وطلبة. وعند ذلك تأسست الدعوة وكان لها أتباع، ثم انتشرت، ثم تكون جيش للجهاد في سبيل الله، وكان تحت إمرة محمد بن سعود رحمه الله الذي بايع الشيخ على المناصرة والمعاضدة والتأييد لدعوته. فتكونت دولة الإسلام في بلاد نجد بعد أن كانت بلادا قاحلة، بلاد فتن وحروب وبدع ومحدثات، تكونت فيها دولة إسلامية قامت على التوحيد وعلى تحكيم شريعة الله، ثم انتشرت وعمت بلاد نجد ودخلت كلها تحت حكم الإسلام والعقيدة الصحيحة، وأزال ما فيها من البدع والمحدثات، وتوحدت تحت إمرة واحدة وسلطة واحدة، ثم امتد شأنها وعظم أمرها وانتشر خيرها على الأقطار. فما من بلد في الشرق أو الغرب إلا وقد وصل إليه ذكر هذه الدعوة وما أنتجت وأثمرت، فأثرت في من أراد الله له الهداية. ولا تزال ولله الحمد لا تزال هذه الدعوة رغم ما تعرضت له من الفتن ومن المعارضات ومن لا تزال منتصرة ولله الحمد، وتعود لها العزة والكرامة، وإن جرى عليها في بعض الأحيان وعلى أهلها كما هو سنة الله سبحانه وتعالى في خلقه من الامتحان والابتلاء، إلا أنها تعود كما كانت نقية واضحة مشرقة ينتفع بها من أراد الله له الهداية. هي دعوة إلى الكتاب والسنة، لا إلى مذهب فلان أو قول فلان أو عصبية لمذهب، وإنما يدعو إلى الكتاب والسنة وإلى اتباع السلف الصالح في القول والعمل. هذا مدار دعوة الشيخ رحمه الله. ومن جهوده أنه رحمه الله ألف المؤلفات المطولة والمختصرة والمتوسطة، وصار يرسلها إلى الأقطار وإلى البلدان وتقرأ وتدرس، فنفع الله بها.